حول هذا الموضوع ينضم إلينا للتحليل والنقاش الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور مختار، يعني ما فهمته أو ما وصل إلينا من مراسلنا الزميل علاء أنه تم التوافق بالفعل على إعلان الجزائر على مستوى وزراء الخارجية، وهو الذي سيرفع إلى القادة. هل يمكن أن نفهم من هذه الأخبار أنه القمة لن تشهد مفاجآت، يعني ستكون بالفعل كما هي عادية؟ يعني خلينا أقول لك الواضح أنها عادية، لأنه القمم العربية ألفناها أنها تثير كل القضايا المرتبطة بالعالم العربي، إما بالاستنكار أو بالاعتراض أو لا تقبل، على غرار مثلا مقبل التدخل التركي أو التدخل الإيراني. نحن مع الدولة الفلسطينية وعلى حدود 67 ومقررات القمة العربية في 2002. نحن مع الحقوق المائية لمصر والسودان فيما هو مرتبط بالنزاع حوالين سد النهضة أو أثيوبيا. نحن ضد التدخل الأجنبي داخل الساحة، كلها معلومة. لكن قضيتك في هذا النطاق، طيب هذه هي مقررات القمم العربية السابقة، إما نعترض أو نستنكر أو نرفض. طيب ماذا لو الطرف الآخر أصر على هذا الموضوع؟ يعني معلوم أن الطرف الإسرائيلي ينكر الحقوق الفلسطينية، يهود مدينة القدس، وأفعال على هذه الشاكلة كثيرة ومتعددة. طيب والجانب الإسرائيلي يرفض إقامة الدولة الفلسطينية، ونحن نقول إن احنا عايزين دولة فلسطينية. آليات ردود الأفعال العربية في حالة رفض الطرف الآخر ما هي؟ هو ده السؤال الأهم. إذا أصر الطرف التركي أو الطرف الإيراني على التدخل في الشأن العربي وفق إرادة الدول الموجودة فيه أو بعدم وجود إرادة لهذه الدول، ما هي ردود الأفعال؟ وهو موضوع مطروح، موضوع التدخل التركي الإيراني. نعم ما هو ده المقصود. فأنت النهاردة واجب من وجهة نظري على العالم العربي أن يكون له ردود أفعال، بمعنى ردود ترتقي إلى خطورة هذا التدخل، بمعنى آخر أفعال على أرض الواقع يستشعر فيها الطرف الآخر بأنه العالم العربي غاضب من هذا التدخل، على غرار تعليق بعض العلاقات. هنا يا دكتور مختار، القمة العربية كآلية لديها، يعني لديها صلاحية لأن تفعل ما تفضلت به؟ كآلية، الآلية تتوافر من خلال توافق الإرادات السياسية بالمناسبة. يعني ميثاق جامعة الدول العربية في حاجة إلى تعديل، نعم، وميثاق جامعة الدول العربية كلنا نعلم أنه وضع 1945 من 7 دول عربية غير مستقلة في ذلك التوقيت، وهناك اتفاقية دفاع عربي مشترك وقعت 1950 لم تفعل، وهذا الميثاق في أمس الحاجة إلى تعديل أو إلى تطبيق. لكن في الأصل لابد أن تتوافر الإرادة السياسية لذلك. عندما كانت أو أقيمت حرب 73 والعالم العربي أو الدول المؤثرة فيه اجتمعت على استخدام سلاح النفط كشكل مؤثر على الدول التي تساعد الدولة الإسرائيلية، ما هو ردود الأفعال الأجنبية في هذا النطاق؟ اطلع معايا أو اقرأ معي لقاء هنري كيسنجر عراب السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية عندما زار المملكة العربية السعودية، وكان في ذلك التوقيت الملك فيصل على قيد الحياة الله يرحمه. وتحدث هنري كيسنجر مازحا، طائرة هبطت في مطار الرياض واستأذنك في التزود بالوقود، فيرد عليه الملك فيصل بلغت من القبر عطية وأرغب في الصلاة في المسجد الأقصى. هو ده البالانس المطلوب. أنت بدرجة أو بأخرى، نعم كلنا نرفض هذا التدخل، وآليات حل القضية الفلسطينية رفضينها أو يعني مش مطروحة، لكن ماذا سوف تفعل إذا أصر الطرف الآخر على إنكار هذه الحقوق؟ هو ده السؤال الأكثر وجاهة اللي ما فيش إجابة عليه. وأنا متصور أنه إذا لم تخرج القمة العربية وهناك طموح داخل الجزائر بأن تكون مقرراتها تختلف، باعتبار أن الجزائر معظم القمم التي أقيمت عندها من 73 ل 88 ل 2005 وغيره من هذه القمم كانت كلها معنية بالقضية الفلسطينية في المقام الأول، واستضافت على أرضها اجتماعات للفرقاء الفلسطينيين فتح وحماس والجهاد وحاولت أن توفق ما بينهما. فالنهاردة لابد أن تكون هناك ردود أفعال عربية حقيقية. لكن لما تعول على الجزائر تحديدا كما كان للانعقاد أن يحدث هذا التحول يا دكتور مختار؟
لانه الجزائر تحديدا لو انت نظرت الى قمه 73 انعقدت بعد الحرب 73 واصرت هذه القمه على انسحاب اسرائيل من كامل الاراضي العربيه المحتله وحدود 67. لو نظرت الى 88 هتلاقي هذه القمه انعقدت بعد الانتفاضه الفلسطينيه واقرت الحقوق الفلسطينيه كامله. لو نظرت الى 2005 هتلاقيها انعقدت لمسانده ياسر عرفات وغيره وردا على خيار رفيق الحريري واحداث تمت في هذا التوقيت. بالمجمل ان اشاره الدوله التي تستضيف واهميه القضيه بالنسبه لها واهميه القضيه طبعا بالنسبه للعالم العربي ككل تديك ايحاء بان هناك ردود او مقررات قويه ترتقي الى ضروره حل هذه القضيه. اللي احنا شايفينه من خلال ما يطرح انه طبعا مع العالم العربي مع دوله فلسطينيه مستقله وعاصمتها 67 وكل دكه هذا الكلام، لكن احنا ندرك انه لا اسرائيل راغبه ولا الولايات المتحده الامريكيه مؤيده ولا ردود الافعال العربيه على نقل السفاره الامريكيه من تل ابيب الى القدس ترتقي الى خطوره هذا النقل وغيره من مثل هذه الامور. قيس على ده كثير جدا من الامور المرتزقه الموجودين داخل الساحه الليبيه، اذ لم يخرجوا هؤلاء المرتزقه، طيب ما هي ردود الافعال العربيه على عدم خروج المرتزقه؟ هل في تهديد مثلا بقطع العلاقات على سبيل المثال مع الدول التي تاتي بهؤلاء المرتزقه؟ هل في اجراءات عقابيه معينه بتجميد علاقات تجاريه؟ اي شيء من هذا القبيل؟ ما فيش. فانت هذا الرفض وهذا الاستنكار وهذا هذه الامور كلنا ندرك انها في الاول وفي الاخر لم تقدم شيء، لانه اقدام الشيء ان يكون هناك اصرار عربي على هذا الموضوع. اذا لم تحل القضيه الفلسطينيه فعلى العالم العربي ان يفعل 1 2 3 4. طب دعني اتوقف معك هنا يا دكتور مختار عند القضيه الفلسطينيه هنا، باعتبار انه وكما نصت القمه الان أو المنعقدة الآن على أنها قضية العرب الأولى والمحورية. يعني أنا قرأت أنه مبادرة السلام سيعاد طرحها في هذه القمة مرة أخرى، والسؤال هنا أما تزال مبادرة السلام على قيد الحياة السياسية؟ هو ده برضو سؤال بيطرح نفسه. إذا طرحت مبادرة السلام ومبادرة السلام كانت عنوانها الأساسي انسحاب كامل مقابل تطبيع كامل، طب أنت عندك دول طبعت طيب يعني هتعمل ايه؟ ومعلوم ان هناك غضب خليجي نتيجة اعتراض الجزائر تحديدا على بعض الدول الخليجية التي قامت بالتطبيع مع اسرائيل. وعشان كده شفنا الكثير جدا من القادة الخليجيين غابوا عن هذه القمة. مفيش شك في ذلك. طيب النهاردة انت هتعيد صياغة هذه المبادرة من جديد. طيب والدول التي تطبع او الدول التي تتعامل او الدول اللي لها علاقات، هنا الإشكالية. أنا من وجهة نظري أنه الأمور واجب على العالم العربي أن تكون أكثر وضوحا في هذه المسألة، وأن تكون هناك ردود في العالم العربي ترتقي إلى خطورة أن قضاياهم في خطر وأن قضاياهم تتحكم فيها قوة إقليمية وقوة دولية وليس بيد العرب منفردين حلها، وانه هذا التدخل الاجنبي الموجود داخل دول العالم العربي ربما بايرادات دول عربيه، على سبيل المثال هناك علاقات خاصه سوريه مثلا على سبيل المثال، ونحن ننكر التدخل الايراني داخل الساحه السوريه او داخل الساحه العراقيه مثلا على سبيل المثال، هناك علاقه خاصه ايرانيه عراقيه مثلا على سبيل المثال، ونحن ننكر هذا التدخل الايراني. طيب ما هي الافعال التي تستطيع او يستطيع العالم العربي ان يفعلها في هذا النطاق بعيدا عن تدخل الدوله واستنكار هذا التدخل المرفوض من العالم العربي؟ لكن هناك دول لها رغبه في هذا التدخل بدرجه او باخرى، واليات التعامل مع هذا الوضع اليات فيها شكل من اشكال الغموض اللي احنا بنشوفها في كثير جدا من القضايا، وانا ضربت مثال بهذه القضيه تحديدا. شكرا جزيلا لك دكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية.